في تحرك بالغ الأهمية وفي خطوة تتسق مع سياسة مصر الرامية إلى حل أزمة سد النهضة الإثيوبي بالتفاوض، وجه وزير الخارجية سامح شكري خطابا إلى رئاسة مجلس الأمن بشأن تطورات الملف ومراحل المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية أن الخطاب أشار إلى ما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. كانت مصر والسودان أكدتا التمسك بمرجعية واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي، وكان اجتماع سابق لمفاوضات سد النهضة قد انتهى في فبراير الماضي على أن تطرح واشنطن اتفاقا نهائيا على مصر وإثيوبيا والسودان في اجتماع جديد نهاية الشهر، وهو الاجتماع الذي أعلنت إثيوبيا عدم المشاركة فيه قبل وقت قصير من انعقاده. واستضافت الولايات المتحدة جولات عدة من المحادثات في واشنطن بحضور وزراء من الدول الثلاث وممثلين للبنك الدولي بعد سنوات من المفاوضات. ويؤكد الخبراء أن الخطوة التي اتخذتها مصر في هذا التوقيت بالغة الأهمية في ظل مراوغة إثيوبيا لسنوات طويلة ثم عدم مشاركتها في الاجتماع الذي كان مقررا فيه طرح اتفاق نهائي بشأن أزمة السد الإثيوبي. كما يشدد الخبراء على أن الخطاب المصري إلى مجلس الأمن هو تعبير عن التزامها بالمسار التفاوضي والأسلوب السلمي حتى آخر مدى لمعالجة الأزمة. ويشيرون إلى أن مصر سوف تواصل اتصالاتها خلال الأيام القادمة بأعضاء مجلس الأمن خاصة الدائمين منهم وبدول أخرى لتفهم ومساندة الموقف المصري. ويؤكدون أن هذه الخطوة تعد في كل الأحوال مدخلا وبوابة طبيعية تمهد وتعزز موقف مصر في أي عمل أو إجراء إضافي قادم ستتخذه في المرحلة المقبلة سياسيا كان أم قانونيا. أفضل كثير طبعا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا هذا التقرير مباشرة أدعوكم للترحيب بضيفنا الكريم في هذه الفقرة، دكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق وعميد كلية الحقوق سابقا بجامعة الزقازيق. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وبالمشاهدين طبعا. أهلا بك، أسعد بكل حضرتك طيبين. كل عام حضرتك بكل خير. قبل الحديث في ملف سد النهضة، أزمة كورونا عاملة إيه مع حضرتك، إيه تبعاتها؟ لا، وإحنا بناخد الاحتياطات الواجبة وبين عدم الالتصاق أو مسافة معينة، والواحد يعني مش عيب، لكن النهاردة ما نجده أن الناس بتستهتر بكورونا وبتستهتر بما يحدث للآخرين. أعتقد أن دي كانت خطوة خاطئة، ولذلك امبارح عليت لان معظم الجمعه طبعا كله بقى عنده اجازه فيطلع يصيف ويطلع يتسوق دون احتراز. واعتقد ان دي ارعبت كثير من الناس امبارح، والنهارده بدات الاعداد فيها. لكن اذا لم نحتاط، اذا لم نحترس، فاننا يمكن ان نكون في مأساة او في مشكله يقوم بها الشارع. يعني الدولة بتعمل كل اللي هي عايزاه، لكن الشارع لابد أن يلتزم ويعرف أن العملية مش هزار، مسألة خطيرة. يعني ما نعملش أفراح في الشارع، ما نعملش أكل في الشارع، ما نعملش جنب بعض نلزق في بعض. قصة العالم كله فيها. هو واضح أن كورونا هيكون ضيف تقيل علينا في الشهور الجاية وربما كمان سنة. يعني إذا إحنا راعينا هذا أو يعني طردنا هذا الضيف التقيل هتبقى كويسة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، مباشرة نبدأ الحديث في هذا الملف، هو واحد من الملفات غاية في الأهمية، ربما يعني الحديث فيه تراجع شوية في فترة أزمة كورونا، لكن واحد من الملفات المهمة والمصيرية بالنسبة لمصر. قبل ما أوصل مع حضرتك لما قام به وزير الخارجية بتوجيه خطاب لرئاسة مجلس الأمن، حضرتك شايف مجمل القضية إزاي في نقاط محددة؟ أنا عارف فيها تفاصيل كتيرة، لكن دكتور نبيل شايف ملامحها العريضة في إيه أو عناوين رئيسة؟ أنا أتصور إن إحنا، أنا أولا سعيد بإن مصر برضو رجعت لملف سد النهضة، ولو إنها انشغلت بكثير من المشاكل سواء الاقتصادية اللي هي إحنا بنتقدم اقتصاديا، سواء النمو والتنمية الداخلية، سواء كان كورونا وما يتبعها من كلام كتير، لكن ما زلنا عند سد النهضة ونتحرك فيها. يمكن إعلاميا بتبقى أقل، لكن حقيقة تحرك السيد وزير الخارجية في السفريات اللي قام بيها ليه؟ لأن هو بيحاول أن هو يشرح أن هناك حق مصري
قانوني دولي في مجال هذا السد النهضة، يشرح بأن هناك مخالفات قانونية تقوم بها أثيوبيا في مجال في مشكلة سد النهضة الموجودة، ليس فقط بالبناء ولكن ما يتبع البناء. ما يتبع البناء عملنا يعني سيادة الرئيس وصل أديس أبابا ووقع هناك اتفاق بينه وبين الأثيوبيين، هو الاتفاق التفاهمات ده كان في 2016 أعتقد. هو يعني أنا مش عايز أسميه عشان ما حدش يمسك فكات التسمية دي يمينا أو يسارا، لكن هناك اتفاق غير يعني برضو قانونا أنا شايف أنه غير ملزم لأنه لم يصدق عليه، ومع ذلك نحن نحترم هذا الاتفاق. طب قبل ما حضرتك تجاوز النقطه دي، هل احنا فقدنا كثيرا بهذا التوقيع؟ لا خالص، يعني موقف مصر كان ممكن يكون افضل حالا مما هو عليه الان لو لم توقع. شوف حضرتك، ان اولا احنا اللي بهدلنا فتره الاخوان المسلمين وموافقتهم على بناء هذا السد بطريقه مباشره او غير مباشره في هذا الشان، ان هم راحوا هناك في اثيوبيا وفي اديس ابابا ولم يعتنى بمصر بحجمها الموجود، ولذلك كانت موقفة أو كان هناك وقف لهذا السد منذ فترة طويلة، سواء سيادة رئيس السادات أو مبارك أو الكلام ده كله، لكن جات الإخوان وصرحت بهذا بطريقة أو بأخرى، لأنهم لا يعترفوا بوطن ولكن يعترفوا بأنها مباحة في كافة الأحوال. فجاء إحنا وصلنا، هو تقول كويس ولا وحش الاتفاق حسب انت كنت في اني موقف فيها، يعني يا اما يترفض كل حاجه يا اما توافق مبدئيا على حاجه كخطوه فيها. واحنا ما زلنا يعني مصر اعتقد ان هي ما زالت مستمره، لان هم اذا كنا فقدنا وقت التسويف الاثيوبي ان هو بيؤخر كل حاجه، اقول لك حاضر ان شاء الله الاسبوع الجاي، كلام يعني ما ينفعش. طيب هو مصر ادت حسن نيه من اللحظه الاولى حتى مع توقيعها لهذا الاتفاق، لكن تفاصيل المشهد حتى وصولنا لهذه اللحظة زي ما حضرتك أشرت هناك تسويف ومماطلة غير مجدية، والسؤال برضو هل وعى المصريون الدرس من هذه المماطلة لها أثمرت في النهاية إلى لا شيء؟ شوف حياتك، طبعا هناك بدائل كثيرة، لكن البديل أنك أنت تقطع هذه العلاقات وتقلع هذه المفاوضات بديل صعب ولا توافق عليه مصر حتى الآن. وفي هذه الحالة لابد أنك تأخذ، يعني النهاردة إحنا استفدنا من إيه؟ عملنا مفاوضات معاهم وفشلت، جبنا دولة رابعة أو رابعة موجودة، الولايات المتحدة الأمريكية بقوتها وهذا ثبت أن الأثيوبيين لم يحترموا هذا الاتفاق اللي وقعت عليه مصر مبدئيا والولايات المتحدة الأمريكية، هذا لصالح مصر، ما وقعوش على هذا. في هذه الحالة بدأنا اتجاه مجتمع دولي نظهر ما نبديه وما نريده أننا مع القانون وأنهم يخالفوا القانون. يعني هل يمكن القول دلوقتي برأيك أنه سياسة مصر تعتمد على تعرية الجانب الإثيوبي أمام المجتمع الدولي؟ إذا صح أنا مش عايز أقول تعرية، لكن عايز أقول توضيح الجانب غير القانوني الإثيوبي الذي يتمر به الحالة الآن، لأن هناك اتفاقيات دولية، هناك اتفاقيات دولية للأنهار الدولية. النهر الدولي هو نهر يا إما يمر بين أكثر من دولة أو على جانبيه أكثر من دولة مختلفة، ومن هذا ليس نهرا وطنيا تتحكم فيه الدولة التي يمر فيها، وإذا تحكمت فيه قد خالفت قواعد القانون الدولي باتفاقيات عدة اتفاقيات في هذا. من القواعد المستقرة في القانون الدولي أنه لا يجوز الإضرار بأي دولة على النهر الدولي في هذه الحالة، وإذا كان هناك ضررا ينشأ في هذا، في هذه الحالة تكون الدولة مسؤولية قانونية عن هذا الضرر الموجود. أيضا هناك الاستخدام المنصف بنقول عليه من الناحية القانونية، يعني النهاردة بيمر على 3-4 دول أو من دولتين قصاد بعض، ليس معناها هنبقى يعني كله ياخد يعني حجم من المياه فيها، لا، حسب الاستخدام. مصر النهاردة بتستخدم للري، بتستخدم للشرب، بتستخدم غير الدول الأفريقية اللي فيها مطر طول 24 يعني طول 12 شهر في هذا الحالة. يبقى المنصف انك انت مصر تاخد اكتر من الباقي الذي لا يستخدم هذه المياه. ايضا في هذه الحالة لابد اذا كان هناك اي مباني او اي شيء على النهر فلابد ان يكون هناك ما نسميه
الإخطار المسبق في هذه الحالة. لابد أن نجتمع دول الحوض من المنبع إلى المصب في أن نقول أن عندنا هنبني في هذا المجال لسبب 1-2-3 في هذا الشأن. أيضا في بعض الحاجات أنا سريعا بدي لحضرتك طبعا أنا معك وبعض الحاجات هنتوقف عنها بشيء من التفاصيل من الحركة إن النهاردة قال لك والله الاتفاقيات اللي أنتوا عملتوها 1906 و1929 كانت وقت الاحتلال ووقت الاحتلال ده انتهى ومن ثم في الحكومات انتهت. هناك اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية تنص على ما نسميه التوارث الدولي للمعاهدات بحيث أن يبقى في استقرار للمجتمع الدولي. التوارث الدولي أنك اتفقت مع دولة وأحد الدول من دول خرجت من الحكومة أو حصل احتلال حصل غيره تلتزم كل الدول بما اتفق عليه لاحترام المعاهدات الدولية. عظيم. طب في السياق ده دكتور مصر كان لها تجربة إيجابية مع التحكيم الدولي والقانون الدولي في مشكلة طابة عندما تلاقى المحتل الإسرائيلي في الخروج منها. هل برأيك أنه القناعة الآن لدى الدولة المصرية تتجه في هذا السياق أنها تعول على التحكيم الدولي إذا ما اضطرت إلى ذلك أو لجوء القانون الدولي مع الوضع في الاعتبار كل ما أشرت إليه من نقاط ربما أو يقينا هتكون في صف مصر؟ أنا هنا هذاك لا يجوز لأننا عشان التحكيم أو اتجاه للقضاء الدولي لابد من موافقة الطرفين المتنازعين على هذه المسألة أن يوافقوا على اللجوء للمحكمة الدولية أو التحكيم أو المحكمة في المحاكم. لكن عندنا طرق كثيرة طرق أخرى كثيرة. أنا هقول حاجة قبل ما أدخل على الطرق دي. هل تعلم حياتك أن سد النهضة كان قد بدأ في بنائه من فترة طويلة وهدم وغرق السودان؟ يعني جزء منه تهد لأن هو يعني أرضيته ضعيفة هكذا يقول الجيولوجيين مش أنا اللي بقوله. ودخل وغرق لغاية والآن لو حصل هذا السودان هتختفي. أيوة بس التعويل على هذه المسألة لا مش ما بعولش عليها يعني مسألة قدرية وإحنا ما نتمناش لا حتى ولا أنه ده يحصل نتمنى أن غير كده هو بس برضو ده وسيلة الضغط. إحنا ماذا نفعل؟ أولا لابد أن إحنا نعمل لوبي أو توافق دولي وخصوصا مع الدول في مجلس الأمن أعضاء مجلس الأمن. ولذلك وزير الداخلية وزير الخارجية بنفسه راح الصين وراح هنا وراح هنا ليوضح المسألة بصفة شخصية واضحة قانونية عما يحدث في مجال سد النهضة وما يعني ستخسر مصر والضرر الذي سيأتي على مصر في هذا الشأن للنواحي المتعددة اللي سريعا احنا تحدثنا عنها. يبقى هو أول مرة وراح أفريقيا وراح يعني في كذا حتة وشرح هذا الموقف وصولا لإيه الدول دي؟ أنا يعني الدول دي هتتفهم وجهة نظر مصر وهتتعاطف معها ماذا بعد؟ أنا كنت اقترحت برضو من فترة طويلة اللجوء للمنظمات الدولية. يعني لابد أن احنا وهم دلوقتي برضو بيتكلموا فيها. الاتحاد الأفريقي فيه لجنة اسمها لجنة السلم والأمن الأفريقي ده ممكن من نزاعات الدول الأفريقية تتجه لها. ده ما لا يشترط موافقة الجانب الإثيوبي؟ لا ما فيش ده حاجة بقى نظر اعتداء من دولة على دولة أخرى. مجلس الأمن نتجه مصر إلى مجلس الأمن وهي الأمم المتحدة بثقة لها. مجلس الأمن هو عندنا يحفظ السلم والأمن الدوليين وهو الأساس في حفظ السلم والأمن الدوليين في العالم كله. فإحنا بنتجه له بالخطاب اللي انا شفته ده قوي جدا اللي هو جهه السيد سامح شكري ايوه لمجلس الامن الدولي ايوه اللي هو ان هناك تهديد للسلم والامن الدوليين فلا بد ان نتخذ اجراءات في هذا الشأن. في هذه الحاله اللي انا بقوله ان مجلس الامن ده يحيل الموضوع للجمعيه العامه للامم المتحده لاحالته لمحكمه العدل الدوليه. محكمه العدل الدوليه هي نصين، نص قضائي زي ما حضرتك تفضلت. القضائي ده لابد الطرفين ان هم يجلسوا او يوافقوا عليها. اما في جزء تاني في محكمه العدل الدوليه دي غير محكمه جنائيه دوليه، العدل الدوليه انها فيها قسم افتائي يفتي من النواحي القانونيه ما يصار بين الدول او بين المنظمات وغيرها لمعرفه ما هو موقف القانون الدولي في هذه المشكله. طب المدى الزمني لكل هذه الخطوات يا دكتور نبيل ربما يستغرق سنوات مثلا
لا الافتاء ده مش سنوات. لا وصولا لمرحله الافتاء، يعني هذا الحشد الدولي اللي حضرتك بتنشده سواء على المستوى الافريقي او المستوى الدولي، ده هياخد شهور، سنه او سنتين. لا هناك زي ما شفت ان احنا خلصنا الحشد الدولي واتجهنا للمنظمه الدوليه، منظمه الامم المتحده التي قامت بوضع اتفاقيه الامم المتحده للانهار الدوليه ونظمتها وتعلم ما هي ابعادها كلها سواء في النصوص او في التفسيرات الموجوده في هذا الشان. يبقى ده البيت الاساسي لحمايه الانهار الدوليه والقانون الدولي في هذا الشان. انا بسال حضرتك على البعد الزمني، لانه كل التصريحات التي تاتي من الجانب الاثيوبي تشير انه اثيوبيا ماضيه قدما فيما ذهبت اليه من نسب التخزين وفتره التخزين وفتره ملء السد وتشغيله، وكانه كل ما يجري حولها لا يعنيها بشيء. هي تدعي هذا. فمن الممكن ونحن ناخذ هذه الخطوات نفاجأ ايضا انه السد فعلا بدا في عمليه الملء طبقا لرؤيتهم هم، مع عدم مراعاه سنوات الملء تكون على السنوات التي يريدها الجانب المصري الى غير ذلك، بما يضر بمصلحتنا في النهايه. طب ما هو البديل؟ يعني السؤال ده انا نفسي اطرحه لحضرتك. لا لن تستغرق، يعني ما هيش محاكم محليه او وطنيه، لا يعني هو النهارده اعتقد ان مجلس الامن سيحلها للجمعيه العامه، ستحلها لمحكمه العدل الدوليه. محكمه العدل الدوليه ما بتعملش جلسات في هذا الشان، ولكن عندها الخبراء بتاعتها تفحص الاوراق، ولكن لابد ان يكون عندنا، وانا واثق ان عندنا ملف قانوني قوي فيما تم في النسبه لسد النهضه. طيب وبعد كده بترجع تاني للجمعيه العامه، لان دايما اللي بيحول الافتاء ديت المنظمات الدوليه. طيب. والامم المتحده. مصر في اكثر من مناسبه سواء في شكل علني او حتى في العلاقات ما بين الدولتين اكدت انها لا تقف امام اي جهد من جهود التنميه في اثيوبيا، بل بالعكس تتمنى الخير لاثيوبيا ولكل شعوب الكره الارضيه. لكن هذه التطمينات وهذا يعني حسن النيه من قبل الجانب المصري كما هو واضح في فصول الازمه لم يقابل بنفس المستوى او نفس القدر من اثيوبيا. حضرتك في جمله عرضيه كده ذكرتها، وان كنت برضو يعني استطردت وقلت ان احنا صعب ان احنا نلجا لهذه المساله لان احنا بنلتزم اتفاقياتنا، وقلت انه ما تم التوقيع عليه من اتفاق التفاهمات الثلاثيه ومبادئ الثلاثيه لم يذهب الى مجلس النواب المصري، لم يتم التصديق عليه، في اشاره انه ربما يبقى في كارت في يد الجانب المصري. احنا عندنا برضو بعد اذن هل ممكن نلجا لده يا دكتور نبيل؟ لا انا هقول لحضرتك برضو اقوى من كده، يعني هو حتى لو وقع عليه في البرلمان والطرف الاخر لم يوفي بالتزاماته، انا قانونا لا اوفي بالتزاماتي في مواجهه يعني عدم الوفاء، يصبح كانه لم يكن، كانه لم يكن، او يبقى فيها ما في يعني، لكن ما يبقاش انا غلطان انني لم اوفي بالتزاماتي بالرغم ان الطرف الاخر لم يوفي بالتزاماته. ولذلك انا هوصل مع حضرتك في ثواني ان لو جه الراي الافتائي رجع للجمعيه العامه ووديته لمجلس الامن، اتصور ان مجلس الامن سيعتبره عدوان على الاتفاقيات وعدوان على مصر، وفي هذه الحاله يمكن ان يصدر يعني قرارات وعقوبات وفقا اما للفصل السادس من الميثاق اللي هو ليس عسكري، او وفقا للفصل السابع اذا كان هناك اتجاه عسكري. اذا ما وافقناش ما عملناش، يبقى مصر تعتبر نفسها ان هناك عدوانا عليها يبيح لها الدفاع الشرعي. ده باعتراف المجتمع الدولي او باعتراف المنظمه الدوليه. بقى خلاص انت استنفذت، لكن ما تقدرش دلوقتي تدخل فيها. لكن وانا اعتقد الرساله بتاعت السيد وزير الخارجيه لمجلس الامن جزء منها موجه للشعب الاثيوبي، وهو ذكاء غير عادي، باننا قد وصلنا الى مرحله استخدمنا فيها كل حسن النيه ولم تتجاوب معها الحكومات الخاصه بها. اذا احنا نسير في مرحله قويه ومرحله سليمه ما دامت تتبع القانون الدولي، ولا يستطيع احد ان يوقفنا او يعني يتهمنا بخلاف. ايضا ان احنا قلنا زي ما حضرتك قلت برضو التنميه في اثيوبيا وفي افريقيا احنا وياها ونحن معاها، احنا لا نقف في التنميه، ولكن هم لا يستطيعوا ايضا ان يقفوا في حياه مصر. مسألة حياة وموت بالنسبة لنا. طبعا حياة مصر ما يقدرش محدش، لأن ده يبقى عدوان يستحق الدفاع الشرعي
بكل الوسائل. طيب حضرتك من متابعتك للجانب الإثيوبي، حضرتك شايف مدى حجية طرح اللي بيطرحه إيه؟ لا هو تعنت، وبعدين هو بيقول ما يتحدث عنه إن في بعض الدول بتستخرج البترول فبتبيعه، فهم بيستخرجوا المية وبيحولوها فبيبيعوا الكهرباء، لكن هذا لا يجوز. وأنا أعتقد الذكاء المصري إن هو يبني في أسوان اللي هي الشمسية، اللي هي الطاقة الشمسية، الطاقة الشمسية هتغطي السودان وتغطي أفريقيا بطريقة تستغني عن المياه التي يقوم بها الجانب الأثيوبي وسد النهضة، إذا استكمل سد النهضة في هذه الحالة. يعني السبب المعلن أو يعني برضو بعيد التأكيد عليه من قبل الجانب اللي يسيبه هو فكرة توليد الطاقة فقط لا غير، بس كده هو. وهو عايز أقول لحدك حاجة، يعني هو مش سد واحد، ده فيه حوالي ستة، لكن دول ده أكبر واحد موجود. وكانوا قالوا إنه ما في أيام السادات، رئيس السادات الله يرحمه، كانوا قالوا لا احنا مش هنعمل سد، يعني انتوا عندكم سد ولا لا في احد السدود بتاع؟ قالوا لا، فبعد الطائرات كسرت السدود قالوا، واتهمونا بهذا، هذا ما يقال، انا ما عنديش مستند فيها. ان هو قال لهم انتوا قلتوا ان ما فيش سد عندكم، فاحنا احنا برضو حياه او موت بالنسبه لنا نهر النيل. علاوه على ان احنا برضو هناك تحليه مليان، هناك كثير، انا يعني الدولة المصرية برضو الاحتياطات كلها قائمة في هذا الشأن. طيب أنا أستاذن حضرتك تبقى معنا يعني خمس دقائق إضافية، لأنه في كم نقطة كده أطرحها لحضرتك سريعا، بس نخرج لمتابعة موجز الأنباء وأعود لحضرتك مباشرة. مشاهدينا الكرام، بعد قليل نذهب مباشرة لزميلة دينا إبراهيم ومتابعة لموجز الأنباء، وبعده نواصل بعض النقاط المتبقية في هذا الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، مرة أخرى أرحب بضيفي الكريم دكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق. أهلا بك مجددا يا دكتور، وسعداء بوجود حضرتك مرة تانية معنا، وشكرا لانتظارك لهذه الدقائق. أهلا بحضرتك. النقطة ربما اللي في غاية الأهمية التي جاءت في سياق حديثك قبل موجز الأنباء، فكرة التعويل على محكمة العدل الدولية، أنه من الممكن أن تكون نقطة تحول كبيرة جدا في هذا الملف إذا ما نجحت مصر في حشد الرأي دعما لصدق موقفها وحقيقة موقفها. فإذا أذنت لنا يعني نستفيد من هذه النقطة، كيف يمكن تحقيق هذا الهدف أو هذا الحشد؟ شوف في المحكمة هذاك بتصير نقطة هامة جدا، وهي القضاء. القضاء الدولي مهم للغاية، لأنه طبعا لا تعليق ولا تعقيب عليه في صدور هذه الأحكام التي يقوم بها، لكن هو طبعا القضاء الدولي لا يريد أن يأخذ المسألة من القضاء المحلي. نعم. يعني إذا كان هناك خلاف داخلي ولا حاجة ما يروحش القضاء الدولي. هناك نوعين من القضاء، محكمة العدل الدولية والتحكيم فيها، وظهرت جديدا المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم أشخاص ارتكبوا جرائم معينة في هذا الشأن. طبعا دي لا تعنينا، احنا لا تعنينا، لكن احنا عندنا مشكلة بين دولتين، وحيثك تتذكر السابقة في طابة صحيح بيننا وبين إسرائيل في هذا الشأن، ولا بد عندما نتناول دولتين نزاعا قانوني فيما بينهما أن يتفق ويوافق على اللجوء للقضاء الدولي، يرتضي الذهاب إلى القانون الدولي. أيوة. في البداية ويقولوا إيه المسألة بالضبط أو السؤال التي يريدون للمحكمة أن تجيب عليه. يعني أما رحنا طابة، إحنا عايزين نعرف الكيلو الأخير ده هو كان هذه الناحية أو هذه الناحية، يعني مسألة معينة وطلبنا فيها التحكيم وليس اللجوء للمحكمة، لأنها طبعا أسرع في هذا الشأن. أما المحكمة فنزاع بين قطر وبين البحرين في تحديد الحدود البحرية، فقد عرضت على المحكمة محكمة العدل الدولية، ومحكمة العدل الدولية أصدرت حكمها في هذا بعد موافقة الأطراف. إحنا بقى عندنا الجزء زي ما أنا قلت لحضرتك، لأن مهم قوي الهدف بتصيره الآن، الجزء الثاني من محكمة العدل الدولية هو الإفتائي، فتوى قانونية. آخر فتوى قانونية في هذه المنطقة كان الجدار العازل بين الفلسطينيين وبين إسرائيل التي قام ببنائه شارون.
للفصل وسرق شوية أرض من الفلسطينيين داخل هذا النزاع، وأصدرت الفتوى بأنها غير قانونية في هذا الشأن. طبعا. إحنا النهاردة مجلس الأمن لا يبحث مسألة قانونية، لكن إحنا نتجه فيها عدوان قانوني علينا، فهو يحيل للجمعية العامة، لأنها الجمعية العامة هي التي تخاطب محكمة العدل الدولية في هذا الشأن وتطلب الرأي الإفتائي في هذه المسألة. أسف. فإذا إحنا وضعنا ملفا قويا، وعندنا ملف فعلا قويا، لأن إحنا عندنا دبلوماسيين وعندنا قانونيين هنا هو تشتغلوا في هذا الملف، في هذه الحالة فإن يوضع أمام الجزء الإفتائي من المحكمة العدل الدولية لتجاهي تعطي رأيها ويعود إلى الجمعية العامة. ده هيعطي الموقف المصري قوة، قوة غير عادية، لأنه هيطلع بعد كده على مجلس الأمن. فإذا ظهر إلى أو اتجه إلى مجلس الأمن بالفحص في هذا الشأن، هتلتزم بما جاء في قراءة أو في رأي محكمة العدل الدولية والجزء الإفتائي في هذا الشأن. هل يمكن أن نتوقع أن الجانب الإثيوبي يقطع الطريق على مصر في هذه الخطوات اللي حضرتك أشرت إليها، بمعنى أنه هو أيضا يتواجد بشكل أو بآخر في هذه المنظمات ويدعي أنه مضطر لبناء السد، أنه موقفه ضعيف في جهود التنمية، أنه يعني يقدم حججا طبقا لوجهة نظري، وبالتالي يقطع الطريق على الجانب المصري في الوصول لهذا الهدف؟ أنا بقول لحضرتك يعني هو ممكن يقول أي حاجة سياسية. تحولت المسألة في رأيي إلى مسألة قانونية، ليس اتجاها سياسيا أو موائمة سياسية في هذا المجال. تمام. أو عشان خطري خلوني أخد شوية مية أو هذا، لا. ليك حق ولا مالكش حق. ووفقا للقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والاتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية، لا يجوز أن تقوم أثيوبيا بما تفعله الآن في وضع أو بناء سد في طريق النهر الدولي إلا بموافقة الدول الموجودة فيها، ومسألة واضحة، وخصوصا إذا كان هناك إضرار، وتتحمل أثيوبيا مسؤولية هذا الإضرار لأي دولة من دول حوض النهر بصفة عامة يعني. ففي هذه الحالة لا، مش هتدخل من أي اتجاه سياسي، بالعكس هي إذا حبت تدخل سياسي أو غيره هتدخل، لازم تدخل قانوني. تقول أنا ليا حق إن أنا أبني. وأنا مش شايف بيني وبين حياتك أي، وإلا ما كانتش اتجهت سياسيا وسابت الورق ورجعت ولا ما رجعتش والكلام ده كله يعني. جت في اجتماعات دول الحوض وبرضه طولت، إحنا اجتماع ثلاثي بيننا وبين السودان وأثيوبيا برضه لم تستمر، دخول الطرف الرابع فيها ولم تستمر. في هذه الحالة هذا موقف ضعيف ويؤكد حق مصر على مياه النيل بهذه القطرة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور، سعدنا بوجود حضرتك معنا. دكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق، عميد كلية الحقوق سابقا بجامعة الزقازيق، شكرا جزيلا لك. أهلا بحياتك وشكرا لحياتك والسادة المشاهدين. نخرج إلى فاصل قصير بعده مشاهدينا الكرام، فقرة حوارية أخرى، سنعود مرة أخرى للحديث عن جائحة كورونا، ولكن من زاوية قلما نجد البعض التفت إليها. طبعا أثار الأزمة كارثية على كل المستويات، ولكن ماذا عن أطفال الشوارع؟ هؤلاء الأطفال الذين ليس لهم مأوى ولا سند، كيف يمكن أن يواجهوا هذه الأزمة بكل تداعياتها؟ أرجو أن تبقوا معنا. شكرا جزيلا دكتور، ومساعدنا شكرا.